ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما، وحشتوني جدا جدا جدا. بس في عتاب ليا عندكم، اللايكات قلت، الفيوهات قلت، بس يعني انا برضو مهما كان مبسوط طبعا بوجودكم معايا وبالكومنتات الجميلة، بس نشد حالنا شوية. احنا 2000 لايك بعدنا عنها قوي، يعني بقينا نجيب ال1000 لايك بالعافية، فنحاول مع بعض الفيديو ده نعمل 2000 لايك. اكملني، بقيت انزل 3 فيديوهات في الاسبوع، بقى خلوني اكمل حماس ان انا انزل 3 فيديوهات في الاسبوع. بس كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة بقى ان شاء الله انا جالي جنان، حقيقي جالي جنان. انا من ساعة ما اكلت كرم الشام وانا عمال ادور في المطاعم بتاعت الاكل السوري اللي اسمها قريب من كرم الشام، حرفيا انا اتجننت. وطبعا في جزء تاني لكرم الشام لما يجهز المنيو بتاعته كلها. في مطعم بقى لقيته اسمه ايه؟ شام الكرم. شام الكرم مش كرم الشام، فانا استغربت، يعني هي هل هو سارق الفكره ولا هو جت صدفه ولا مش عارف. بس قررت ان انا اجيب شويه ايتمز كده من المنيو بتوعه النهارده ونشوف هل هو هيقدر ينافس كرم الشام ولا لا. ولو قدر او عجبنا وعجبكم هنعمل بقى المنيو الكامل بتاعه. انا حاولت اصنف شويه حاجات مختلفه عن بعضها، بس يعني متشوق جدا طبعا للفكره بتاعت النهارده. بس يا ريت نوصل الفيديو 1000 لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. وادينا منتظرين الاكل، وما تروحوش اي حته لغايه ما الاكل يجي. طيب دي اول حاجه معانا، دي شكلها كده ايه، فتت الشاورما، وهنا معاها توميه عادي وتوميه سبايسي وخيار مخلل، وهنا ما شاء الله ده الحجم ايه، انا شيء ده مش دي فيها كريسبي وفيها فراخ وفيها مش في حاجات غريبه، وده الحجم الوسط. تمام، تعالوا نشوف ايه تاني حاجه معانا. طيب ودي تاني حاجه معانا، دي شنطه كده، ده طبق غالبا فيه ممكن يكون الفراخ البروست، ومعاه هنا مش عارف بقى اذا كان دي طحينه ولا ايه، هنشوف. وفي هنا توميه وخيار مخلل. هي الناس كريمه، وواضح ان اي حد بيربط نفسه بشام الكرم او كرم الشام بيبقى فيه كرم في الموضوع. ودي هنا غالبا وجبه تانيه، تعالوا نشوف ايه اخر حاجه معانا. ودي اخر وجبه معانا النهارده، يعني بصوا شويه حاجات كده بصراحه، بس انا حاسس ان الحاجات محمله. هجهز الحاجه دي كلها وارجع لكم تاني على روقان، ونشوف الاسعار وندوق الاطعمه ونعرف هل هو بينافس في السوري ولا لا. اوعوا تروحوا اي حد. طب يلا بينا بقى نخش على طول، عشان انا مش قادر انتظر بصراحه. الوجبه اللي انتم شايفينها قدامكم دي بقى، اولا هو السعر هو اللي حكايه، الوجبه دي كلها ب 65 جنيه. بصوا فيها بقى ايه، سندوتش شاورما فراخ صاج كامل، وحته كوبيبه، وشويه بطاطس، وصابع ورق عنب، وفيها شويه رز بالشاورما الفراخ، يعني زي فتت شاورما فراخ كده بس ايه، كميه صغيره. والصوصات طبعا واضح ان فيها 2 توميه وواحد توميه سبايسي. يلا بينا ندوق على طول، عشان انا مش قادر هفتح التوميه السبايسي اول حاجه عشان دي العيش، ونفتح برضه توميه عادي مش عيب. هندوق ايه اول حاجه؟ تعالوا ندوق الرز اللي بالفراخ ده. الوجبه دي سعرها غريب بصراحه، 65 جنيه على هذه الكميه، لا ففي كرم فظيع، بس اهم حاجه ان الطعم يبقى حلو. طيب تعالوا نقول اول حاجه المميزات والعيوب. الرز حلو جدا، مستوي حلو جدا، متبل على الهادي حلو قوي، مفيش تعجين خالص في الرز، حلو جدا عجبني. الفراخ توابلها عظيمه بجد، حلوه جدا جدا، بس في مشكله، الفراخ مجلده، مش عارف هعرف اوريها لكم ولا لا. الفراخ للاسف مجلده، يعني مش فريش، فلا عيب، يعني عيب، انت واضح انك بتعمل حاجات حلوه، فليه تقع في حاجه زي كده؟ فيعني اول حاجه دي انبسطت من التوابل ومن التسويه، حلوه قوي، بس الحاجه مركونه فمجلده، فللاسف طبعا بره الحته دي. يلا بينا ندوق الشاورما الفراخ، وربنا يستر ما تبقاش نفس الفراخ المجلده. تعالوا ندوقها لوحدها الاول. شاورما في الساندوتش هنا في الصاج افضل، مش مجلده، فريش عادي، مش عارف ليه هو هنا بقى حاطط مجلده، مش فاهم. تعالوا ندوقها بالتوميه السبايسي اللي عيش. بصوا اللقمه دي، دي اللي بتنزل على قلبي انا. مش سبايسي قوي التوميه، يعني هي لونها احمر على الفاضي، سبايسي هادي قوي، بس طبعا مع التوميه افضل بكتير. تعالوا بقى ندوق البطاطس. البطاطس واضح انها توابلها حلوه بس بارده شويه، مش عارف ايه موضوع، هو يعني الاوردر اتاخر عليا، فمش عارف هل اللي اخره هو اللي برده ولا لا، عشان انا طالبه من ابلكيشن، فبلاش نزل المطعم، بس هو الاكل بارد شويه. البطاطس توابلهم حلوه قوي مميزه. تعالوا بقى ندوق ايه،
صابع ورق العنب العجيب ده هو صابع واحد اللي موجود اساسا في العلبه كلها، مش عارف يعني ايش دخل صابع ورق العنب في الوجبه دي، بس هو عامه يعني بيحاول يشكل بصراحه، وبالنسبه للسعر ده حتى الان انا مبسوط جدا. تعالوا ندوق الصابع ده. عظيم، توابل من جوه، اغرب ورق عنب كلته في حياتي. بس طبعا في مشكلة كبيرة جدا، ان برضو ورق العنب واضح انه مركون مجلد. انا معرفش ليه انتوا يا جماعة مش واخدين بالكم من الحاجات الفريش، يعني لا دي انتوا بجد بتعملوا حاجة حلوة، يعني المطعم ده والله حلو بس الحاجة مش فريش، فما لا يعني فوقه انا لازم اروح للمطعم ده والله اقول لهم انتوا حلوين بس الحاجة مش فريش. تعالوا ندوق ايه فيه. بصوا ديكو بداية ما شاء الله حجمها بصراحة عظيم، بس هتبقى كلها برغل يعني مش هنضحك على بعض. تعالوا ندوق الكول سلو الأول. صحيح الوجبة معاها الكول سلو برضو. عادي قوي، لا أقل من العادي، مش حلو، لا مش حلو، الأفتر تيست بتاعه مش حلو خالص، لا كول سلو نو كول سلو. تعالوا ندوق الكوبيبة. سخنة وعشرة على عشرة، يبقى هو الحاجة اللي بقيت الحاجة هي اللي باردة، هو اللي مش حاطط الحاجة طازة. الكوبيبة عشرة على عشرة، بصوا من جوه مليانة لحم ازاي، يعني أنا ظلمتها وقلت هتبقى كلها برغل، لا فيها لحم وكمية لحم كتيرة جدا. هخلصها وارجع اقيم لكم الوجبة دي ونخش على الايتم اللي بعد كده. طيب تعالوا بينا بقى نقيم الوجبة العظيمة دي اللي فيها كمية حاجات فظيعة بسعر متخلف، سعر غريب جدا. انا معرفش هم يعني اي حاجة فيها الشام دي فعلا الاسعار بتبقى غريبة، بس ده اسعاره اغرب من كرم الشام يعني اقل. يعني مثلا الوجبة دي فيها ساندوتش شاورما صاج، وفيها ثلاثة صوص، وفيها فتة شاورما، مش فتة، شوية رز بالشاورما، وفيها كوبيبايه ما شاء الله، كوبيبه اساسا مشبعه لوحدها، يعني انا اكلت الكوبيبه بجد لا يعني حسيت انها شبعان. فيها شويه بطاطس، لا فيها حاجات كتيره قوي، فهقيم لكم حاجه حاجه. الرز بتاعهم حلو قوي، الفراخ اللي كانت عليه للاسف مجلده اللي هم شويه الرز بالفراخ، الساندوتش الشاورما الصاج الفراخ للاسف مش مليان فاضي، يعني غير كرم الشام في الحته دي، لا كرم الشام كان كريم قوي في الحشو بتاعه كان حلو قوي. البطاطس توابلها جميله، الكوبيبه رقم واحد، يعني رقم واحد في الوجبه دي بالنسبه لي الكوبيبه. كول سلو سيئه جدا. كان في حاجه تانية والله عشان كان في حاجات كتير اتلخبطت، بس يعني ده كده ايه الملخص بتاع اول حاجه، ويلا بينا نخش بتاني حاجه معانا وهي الحواوشي. الاخ ده بقى سعره 20 جنيه، ده عباره عن اربع قطع حواوشي كده رغيف كامل ومعاه شويه بطاطس، وبصراحه الريحه اللي طالعه عظيمه، في ريحه توابل كده مع البصل مع تسبيكه اللحمه، بصوا جميله. يلا بينا ندوق. في لحم، حاسس بطعم لحم قوي يعني، لا لا هوريكم حته معلش. الساندوتش مخدوم لحم بكتير يعني، لا بصوا مليان لحم بصراحه، ولحم بيور لحم صافي. بالنسبة لانه ب 20 جنيه الساندوتش ده ببلاش، افضل ساندوتش شاورما اكله سوري افضل ساندوتش حواوشي اكله بالسعر ده، يبقى مليان لحم واللحم نظيف وتوابله هادية، يعني اللحم ما فيهوش مشاكل، لحم فريش، لا مبسوط منه جدا. هخلص الاخ ده وارجع اقيمه لكم. طيب عم الحواوشي ده بجد من افضل الحواوشي اللي كلته، لان اللحم اللي فيه فعلا نظيف وصافي، يعني حوالي نسبة الدهون هنا انا حاسسها 20% مثلا، في ناس بتعمل حواوشي اساسا 70% دهون 30% لحم، ده اذا كان فيه لحم، فلا ده بالنسبه لكميه اللحم اللي فيه بطعامتها بالتتبيله البسيطه اللي فيها ومع الطحينه برضو هو عظيم، ومن غير الطحينه حلو جدا. بالنسبه لسعره 20 جنيه لا شيء بصراحه، حلو جدا، ارشحه لكم طبعا تجربوه ده. ويلا بينا بقى نخش بتالت حاجه معانا في اسمه ايه؟ شام الكرم، كنت اقول كرم الشام. طب ودي تالت حاجة معانا بقى زي ما انتوا شايفين كده، دي فتة، فيها فتة ميكس، فيها شاورما لحمة وفيها شاورما فراخ وفيها قطع ستريبس، يعني هي ميكس ما بين التلات حاجات دول. تعالوا بينا ندوق. ده سعره 55 جنيه، ده الحجم المتوسط، يعني بصوا الحجم ما شاء الله حجم كرم قوي ومليان جدا. اتمنى ان الشاورما الفراخ ما تبقاش مجلدة ولا الشاورما اللحمة تبقى مجلدة، خير ان شاء الله، بس اللحمة شكلها مش مجلدة. تعالوا بينا ندوق، ناخد واحدة كده، في عيش ناشف من تحت كده،
دي اللحمة بالرز بالعيش الناشف، يلا بينا ندوقها. لا التوابل في اللحمة مش ظاهرة، يعني أنا حاسس إن هي اللحمة لحمة ما خدتش توابل، بس مستوية حلو بصراحة، ومع التومية والرز وديتها برضو إيه في حتة اللي فاتت الشاورما هتبقى مبسوط. تعالوا بقى ندوق الفراخ. بصوا دي معلقة مليانة بخيرات ربنا، رز وفراخ وعيش، يلا بينا ندوق. طب ما هي الفراخ مش مجلدة أهي، أمال ليه حاطط لي في أول واحدة فراخ مجلدة؟ ممكن البوكس ذات نفسه كان كله مركون عنده من الصبح، البوكس الصغير، إنما الفراخ أهي ما فيهاش تجليدة خالص، عشان إيه ما نبقاش ظالمين الراجل. يلا ندوق لوحدها. هم مميزين قوي في الفراخ بتوع الشام دول، معرفش ليه في اللحوم واقعين. الفراخ الشاورما الفراخ عظيمه، توابلها حلوه قوي قوي قوي، وهنا كمان عشان مش مجلده لا مبسوط منها قوي. تعالوا ناخد واحده بقى بالتوميه السبايسي والفراخ. ايوه دي بقى المليانه اللي كلها كل حاجه. التوميه السبايسي مش حلوه، مش عجباني بصراحه، مش على هواي خالص. طبعا 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 الفراخ اشد من اللحمه مليون مره، لان اللحمه ما فيهاش تتبيله، بس مستويه حلو، واخده على الجريلا كده ولا واخده على السيخ بتاع النار، يعني فيها لسعه حلوه عجبتني، بس مش متبله خالص للاسف. الفراخ عظيمه طبعا، جميله جدا. يلا بينا بقى ندوق اخر حاجه. وفي هنا ايه قطعه الاستريبس العظيمه دي، هي يعني المفروض كان يبقى مقطعها منها فته، يعني ما تبقاش قطعه كده وانا اقعد بقى اعض واخد بالمعلقه في الرز، مش لطيفه الحركه، يعني المفروض كانت تبقى متقطعه زي الشاورما. يلا بينا ندوق، ناخد قطمه وناخد معلقه رز. لا انا مش عايز رز، انا مبسوط منها كده. توابلهم غريبه قوي في الفراخ، خصوصا المقليه، معرفش هم، لا توابلهم غريبه مختلفه جدا عن اي مطعم روست احنا بناكل منه، من المطاعم المعروفه. لا هم ليهم سكه تانية وحلوه، بتوديك ناحيه مش عارفه يعني البيتي النظيف قوي، يعني لا حلوه جدا. تعالوا بقى ندوق اخر حته دي بالرز والعيش. ايوه يلا نحطها هنا، مش عارف ازاي. طيب تعالوا بينا كده نفصص الحلوه الفته دي في السريع. الفته الشاورما اللحم مش حلوه، مش متبله، هي بس مستويه كويس، بس هعمل ايه مستويه كويس ومفيش طعم توابل، فللاسف سيئه جدا. وحتى الان انا ما اكلتش شاورما لحم في مطعم سوري من المطاعم الجداد دي حلوه، فهم واضح انهم حتى الان متميزين في الفراخ. الشاورما الفراخ عظيمه، توابلها حلوه جدا جدا جدا، وهنا كانت جوسي جدا، ما فيهاش التجليده بتاعت اول طبق، فانبسطت منها جدا طبعا. مع التوميه العاديه حلوه قوي، مع السبايسي لا التوميه السبايسي عندهم فاشله جدا، يعني ما اعرفش هم بيعملوها ازاي، يعني مش حلوه وما فيهاش سبايسي اساسا. الستريبس حلوه قوي لوحدها، ما اعرفش مع الشاورما يعني كويسه، بس لوحدها افضل، يعني قطعه الستريبس لوحدها عشان تحس بطعمها والتوابل الغريبه بتاعتهم دي، فيبقى لوحدها افضل. بس وتقييمي لهذا الشيء يعني لا جربوه، بس افضل انكم تجربوا الفراخ بس، يعني في فتة الشاورما خليكم في فراخ اضمن، والتوميه هاتوا التوميه العاديه مش السبايسي. بس يلا بينا بقى نخش برابع حاجه في شام الكرم. طيب والوجبه دي عباره عن صدر فرخه وشويه رز وشويه بطاطس وشويه خضره كده ايه دبلانين شويه، وانا اساسا كنت طالب وجبه بروست، وجبه قطع مقليه قطعتين، فمعرفش جات لي الوجبه دي ليه. ايا كان الوجبه البروست القطعتين اللي انا كنت طالبها سعرها 35 جنيه، فجات لي دي مكانها من غير ما يبلغني ان هو هيغير او ما عندوش الحاجه، ف حركه مش لطيفه بس اوكي. تعالوا ندوق الرز بتاعهم الاول. واخده شويه بقى ايه الصوص اللي نازل من الفراخ على الرز، فهتعمل طعم عظمه. توقعاتي في محلها. بس الرز هنا ناشف شويه، يعني من المرات القليله قوي اللي ابقى بدوق حاجه واحس ان الرز ناشف، فيه عضه مش مهري، يعني هو يا بيعمله مظبوط، الناس اغلبيه المطاعم يا بتعمله مظبوط يا بيتهري منهم، انما ان يعملوه لسه عايز سنه سوا تاني، فدي غريبه. لا الرز هنا مش طري كده، لا مش واخد سوا صح. تعالوا ندوق البطاطس اللي موجوده معاها، غالبا نفس البطاطس. حلوه البطاطس بتاعتهم قوي. الخضره دي بصراحه ما مش عارف اعمل بيها ايه، يعني حته طماطم وشويه خضره كده وبصل، مش هاي جنبهم بصراحه، مش شكلهم مش جايبني. تعالوا بقى ايه ندوق الحدث المهم، حته الفراخ الصدر دي. ريحه التوابل عظيمه قوي، وريحتها زي ما تقول
واخده بصل مكرمل كده، يعني هي كانت متشوحه على بصل مكرمل ولا ايه مش عارف. يلا بينا ندوق. بيرفكت، مثالية، حلوة جدا. طيب الفراخ دي تسويتها 10/10، تتبيلتها 10/10، الطعم في بقك كده وانت بتدوس في القرمشة من بره، وبعد كده الجوسي من جوه موجودة 100%. لا حلوة جدا، من افضل الفراخ المشوية اللي كلتها. يعني غريبة، انا مستغرب ان مطعم سوري، انا اول مرة اكل فراخ مشوية غريبة من مطعم سوري، فانها تبقى حلوه كده. ولا لا، انبسطت جدا. دي ممكن اديها 9، يعني دي حتى الان من افضل الحاجات، هي والكوبيبه. طيب ملخص الفيديو، تجربوا ايه؟ وهسهل لكم الموضوع قوي. اي حاجه فيها شاورما فراخ جربوها، اي حاجه فيها ستريبس جربوها، اي حاجه فيها فراخ مشويه جربوها. يعني التلات ايتمات دول حطوهم في اي حاجه في المطعم ده هتنبسطوا، والبطاطس بتاعتهم حلوه قوي. غير كده كله شقلب وقلب، يعني مش 100%، مش 100%. بس ولو عجبتكم فكرة المطعم طبعا اكتبوا لي في الكومنتات تحت لو حابين انا وكيرو نعمل المنيو الكامل بتاعه، لان دول مجرد 4 ايتمات. يعني هو المنيو بتاعه كبير قوي قوي قوي، ومسبحة ومش الحاجات بقى السوري والمراية والحاجات الغريبة دي. مراية ماريا ماريا، خلاص حفظت. بس ويا ريت تدعمونا بشوية لايكات بعد اذنكم، عشان اللايكات قلت قوي. واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة، وكان معكم جو كيرش بوي. سلام.